كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع إنشاء مصنع بوش الألماني للبوتاجازات في مصر. وخلال الجولة دعا رئيس الوزراء إلى العمل على سرعة استكمال الإنشاءات وبدء التشغيل تمهيدا لدخول المصنع حيز التشغيل وبدء إتاحة منتجاته في السوق المصرية في أقرب وقت ممكن. هذا وتتجاوز استثمارات المشروع 50 مليون يورو، كما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.